السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بألف خير إن شاء الله الرحمن الرحيم، ويلقاكم هذا الفيديو في صحة جيدة وفي أحسن الأحوال. إذا مرحبا بكم معنا عاول اليوم في قناتنا المعلمة مغربية بوصفات سهلة وبسيطة كالعادة. اليوم جيناكم بواحد الوصفة اللي كنحتاجوها في رمضان الكريم دوما باستمرار. كنقدموا لكم المهلبية بالليمون وبالليمون البرتقال والحليب، مخلطه ايضا بالفواكه. نخليكم مع المقادير ومع الطريقه ديال التحضير مع عقوسي، لانني ماشي انا اللي كنصوبها. كنتمنى تبعوا معنا من البدايه حتى النهايه في هذا الفيديو، ونتمنى وينال الاعجاب ديالكم وتدعمونا وتشجعونا، لان التعليقات ديالكم والتشجيعات ديالكم هي اللي كتدعم وترفع المعنويات فعلا ماشي كذوب. وشكرا للجميع من تبع معنا وشاهدنا وشجعنا. اذا نخليكم دابا مع المقادير وطريقه التحضير. السلام عليكم. عندنا مهلبيه بالليمون، عندنا جوج كيسان ديال الليمون، عندنا معلقه اللي غنحتاجو للليمون، معلقه د مايزينا، جوج معالق ديال السنيده، هادو على حساب الليمون وعلى حساب المهلبيه. الحليب عندنا جوج معالق ديال مايزينا، جوج معالق ديال السنيده، نكهه ديال الفانيلا، عندنا معلقه كبيره ديال الزهر. عندنا هنايا نسيت، سمحوا لي ما قلت لكمش، هذا الليمون كنحتاج هذا القشره ديال الليمون، النسمه ديال الليمون كنديرها مع الليمون، سمحوا لي ما قدمتهاش معاه. وعندي فواكه على حسب الموجود عندكم، على حسب الموجود عندكم ديال الفواكه، اللي عنده شي حاجه يديرها. انا دابا اللي موفر عندي في البيت هو اللي درت، وعلى بركة الله غادي نبدا باش نحضر معكم المهلبية هي الأولى، من بعد ندوز الليمون. بسم الله على بركة الله. غادي نبداو طريقة التحضير. عندي هنايا نفس السيطرو ديال الحليب، هنا كندير جوج معالق ديال السنيده، جوج معالق كبار، جوج معالق كبار، جوج معالق مقبين كبار ديال المايزينا. كنطلب منكم تنفذوا المقادير اللي درت انا هنا، جوج معالق كبار ديال المايزينا مقبين، باش ما تجيناش المهلبيه ديالنا ما قاصحه ما جارية بين وبين. ولا ديالنا وسنيدة، دابا غادي نبقاو بالتحريك هكا حتى كيدوب لينا داك السكر ديالنا ومايزينا. من بعد غنبقى بالتحريك هكا حتى يعقد لينا الخليط ديالنا. من بعد يعقد غادي ندير فيه داكشي اللي باقي ليا بالنسبه للزهر وبالنسبه للنكهه الفانيلا. دابا انا مع التحريك، ايوا نتمنى تنال اعجابكم وتعجبكم مهلبيه. حنا دابا تعرفوا كنشريوها من الزنقه، ودابا كنصوبوها في دارنا، كنعرفوا شنو درنا فيها شنو حطينا فيها. نتمنى تعجبكم. انا كنمشي بهاد كنحرك هاد التحريك هذا حتى كتعقد ليا عندي الخليط ديالي. شوفوا عقدات عندي المهلبيه ديالي، شفتوا كيفاش؟ ها هي. دابا غادي نخليه هنا التحريك، وغادي ندير معلقه كبيره ديال الزهر ديالي، ها هي. وغادي ندير ديك نكهه الفانيلا، فانيلا ديالي ها هي. كنبقى هكا بالتحريك صافي. من بعد ما تقالت عندي الخليط ديالي، ها هو كما كتشوفوا كنخويه هنا في الكؤوس. كل واحد والاختيار ديالو، كيبقاو كويسات اللي كاينين في البيت. انا دابا كنهضر لكم على اللي عندنا موجود في البيت. من بعد ما درت المهلبيه ديالي في الكيسان،
غادي نديرها في الثلاجه تبرد شويه على ما نوجد الفواكه ديالي والليمون. دابا من بعد ما حطيت الكيسان ديالي ديال المهلبيه يبردوا، غادي ندوز للتحضير ديال الليمون ديالي. بسم الله، جوج كيسان ديال الليمون، جوج معالق ديال السنيده على حسب الحموضيه ديال الليمون، معلقه ديال المايزينا، عندي قشره ديال الليمون، قشره انا كندير شويه هكاك النسمه ديال الليمون، كندير الليمون ديالي فوق هكا. اختي من بعد ما وجدت الليمون ديالي ها هو كما كتشوفوا، دابا غادي ندير الفواكه ديالي فوق المهلبيه. بسم الله، كندير هكا، ومن بعد كنهبطوا عليهم بالمعلقه ديالنا باش كيهبطوا لينا دوك الفواكه. كنسبق انا دابا اللي عندي شي فاكهه مع البنان، كنسبقها هي الاولى، ومن بعد غادي نزيد عليها الفريز، كيبقى ليا هو التزيين الاخير في الفوق، حيت انا دابا درت على حسب الديسير اللي عندي. دابا درت هذاك التفاح، غادي ندير التفاح والبنان، وغادي ندير الفريز ديالي الفوق. من بعد كنشدو شي معلقه وكننزلو على داك الفواكه ديالنا اللي حطينا فوق المهلبيه، وكنتمنى تعجبكم هاد المهلبيه اللي درت. الفواكه ديالي على المهلبيه، يمكن لكم تقيسو عليها، تهبطو عليها بالمعلقه هكا. من بعد غادي نخوي الليمون ديالي، شوفوا كيفاش كيجيو. هادي تعجبكم وشاركوا معايا.